وناسي والكل ذاكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما هذه صورة سناب ماذا يقولون يصورون جتني رسالة عبر السناب تقول هل أخونا عبد الله بتشارك في التصفيات فقط أو تشارك في البرنامج ويتكلمون عن فقرة عجبتهم يعطيكم العافية أتمنى أن يكون عند حسن ظنكم بإذن الله أني حواصل في البرنامج وفي فقرة لي إن شاء الله في البرنامج بس يقول كل شيء في وقته حلو ما أدري ممكن أنها تكون استفزني ممكن تكون فقرة ثانية طبعا فيه رسائل جميلة أستحي أني أتكلم فيها عن نفسي أو أنقفها يتكلمون يثنون على فقرة ويتكلمون عنها أنها فقرة عجبتهم إن شاء الله بإذن الله تعجبهم دوم وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم اللي حاب يسألني يسألني أنا تحت أمه أي أسئلة أنا أجاوب عليها رسالة رسالة ما أفوت أي رسالة واللي حاب يسأل المتسابقين عبر هاشتاج نوماس كاريزما 7 معنا مهند السليمان مهند حياك الله الله يبقيك وشلونك يا مهند والله تمام إذا شلونك الحين أول يوم لك ها إيه أول يوم الله يعينك يا حبيبي آمين مهند اللي حاب يسأله أو حاب يوجه أسئلة معكم مهند مهند عمر 20 سنة طالب في الدراسة بين حين يدرس قدامك دقيقة تحكي فيها الجمهور من هو مهند سليمان ومن وين جاي ومن أي مدينة وكل شيء في الدقيقة هذه دقيقة من أول ما نقول تفضل أبدأ جاهز يا مخزنة جاهزين يلا معك الدقيقة وين الكاميرا كاميرا معك طب هنا هنا ايوه هنا يلا هنا السلام يمين عليكم يمين شوي ايوه هنا ها كمل انت جيب براحتك السلام عليكم سعد الله مساكم بكل خير معكم اخوكم مهند هندي سليمان العرماني مقدم على برنامج كاريزما والان تصفيات وحابين نعيش الجو مع الشباب والطبيعه ماني ممثل ماني بقى يقولوني ممثل بس محب للتمثيل وإن شاء الله أننا بنبدأ ولا نستغني عن دعمكم سرب يوفقنا حنا وجميع الشباب من حاية من حاية نعم بعد حي إن شاء أنا ثاني حب حاية وحبها بحاية وعندي حب حاية يعني بشكل يفرق عن كل المدن والله يا حبيب حبيب مهند العمر العمر 20 سنة صح العجيب معلومة صدمتني وكادت أن تقضي علي أنك بين الحين طالب ثانوية. إيه. ما تخرجت بين الحين. لا. فسقطت في مادة شيء. لا لا. ها. لا متأخر. متأخر في الدراسة. نعم. ليش؟ أنا تأخرت. يعني ممكن. الله كتب وتأخر. في ظروف يعني ولا ممكن. لا 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 ما في ظروف. ممكن تحكيها بنا طيب ولا لا. صعبة. تعرف من حقك أنت. لا 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 ما أقدر أحكيها. بس إن تأخرت. تأخر بيته طيب وانت تدرس في مدرسة ثانوية نهاية صف كم ثانوي؟ ثالث نهاية الحين بيبدا برنامج صح؟ صح طيب والدراسة؟ نبي نواصل ان شاء الله ما احنا تركينا تواصل في الدراسة وتواصل في البرنامج؟ يمدي يوم ما اطلع من البرنامج لا قبل نهاية البرنامج هي نهاية البرنامج يمكن اسبوع اسبوعين تصير الدراسة تستأذن منه وبعدها ايه اكيد اني بسأل مهند ما تلاحظ انك صغير على البرنامج كيف؟ يعني توك صغير على البرنامج وبرنامج فيه ناس كبار لا في ناس اصغر مني إيه انا الحين اسألك انت جاوبني على سؤالي طيب انك توك صغير وما تخرجت من ثانوية وعندك ناس اعمارهم 40 سنة وناس 30 وناس 35 وأحمار كبيرة كيف مهند بين الأعمار هذه بيتكيف معهم وبيقاوم
وبناقش وبيدحض أسئلة وأجوبة ومسابقات وصح وخطأ. العمر مجرد رقم. ما اسمع؟ أقول العمر مجرد رقم. هي. العمر مجرد رقم يعني. فعادي أناقشهم وما يرد ما يمنع شيء. في شيء يمنع؟ ما في شيء. لو في شيء يمنع كان صح. مثل أنت ما يتناقش واحد عمره 30 عمره 20 26 25 هو يناقش نفس. مهند أنا ما أتكلم عن النقاش كمبدأ النقاش، أنا أتكلم على منافسة، منافسة بتصير قوية، ممكن أحد يسيئك، ممكن أحد يستقعدك، ممكن أحد يحاوبك عشان يبي يزيحك، هذه منافسة. المحارب ناجح. أي يعني لا تتوقع أن المنافسة. إحنا نحارب هو يحاربنا وإحنا نحارب. تتوقع أن تام منافسة كلها ودية، لا أحكيها لكم بصراحة، منافسة حتكون شديدة. بعضهم حيتنافس انك انت ما تحصل على المركز الاول، بعضهم هذه ما هو بيحكم اني ما احصل على مركز ولا شيء، مو حكم، ممكن ما يفزع معك مثلا في مبادره معينه. لا يفزع معي بكيفه، هو ما بيفزع، انا اتمنى انه يفزع، ما بيفزع، في غيره بيفزع، ما هو واحد هو قدام. طيب كيف تتوقع ان المتسابقين بيتعاونون معك يعني الزملاء؟ كيف تتوقع ان الزملاء بيتكاتفون مع مهند؟ ايش الاساسيات اللي بيوقفون معك فيها؟ هل برنامج يبين الطيب ويوقفون معه؟ طيب يعني عطني هدف شيء معين تتوقع ان المتسابقين يوقفون معك فيه. ما اقدر احكم لك الحين، احنا انا اول يوم، كيف حكمك انهم طيب يوقفون معي؟ خلني يومين ثلاثة. انا والله عندي اسلوب، يعني انا بجاوب عنك. واحد يقول انا عندي اسلوب اني اعرف اكسب كيف المتسابقين. واحد ثاني يقول لي انا طبعي ودود واقدم خدمات المتسابقين واوقف معهم اساعدهم اكسب تعاطفهم وحبهم لي. كل واحد له اسلوب معين. هل جاوبت عني؟ اي انا اجاوبك عشان اوصلك الاجابه انها كذا هي الاجابه. هي كذا. انت الحين انا اقول لك الطيب، الطيب بيقف معك اكيد، لو صرت معي طيب بيقف معك. مهند اللي عرفته يقول انا مين جاي انافس، انا جاي عشان اصير شخصيه مشهوره. لا 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 جاي انافس واصير شخصيه مشهور. هو شوف يعني انت تتوقع انك تصير الاول؟ لا هذا ما هو شيء انا غصب، لا هذا بتوقع يمكن اقول لك انا باخذ الاول وباخذ نجم الجمهور وباخذ الثالث كل المراكز باخذ. انا اسالك من حولك، اقول تتوقع انك تصير الاول؟ مو ما اديتك شيء غصب، يعني انا اقول لك هل تتوقع انك تكون الاول؟ ان شاء الله نتوقع، بس نبي نجم الجمهور، راح اشوف انه احسن. أحسن من نجم الجمهور. أحسن من نجم الجمهور أحسن من. طيب هذا جبتك في البداية وفافت أنت. ها؟ هذا جبتها في البداية أنت ودك تكون نجم الجمهور. صحيح. أكثر من الجائزة. إيه. بداية. ها؟ إيه جائزة بيلها مادية. فاللي حبوك الجمهور يقفون معك. فتصير منافس على الجمهور هي. طيب يا مهند، أنت داخل بموهبة. لا منشد، لا شاعر، لا وجه صاحب قصص، لا صاحب مبادرات. في ناس هنا ما شاء الله عندهم في التيك توك، في وسائل التواصل. احنا في التواصل الاجتماعي بعد. انا الحين جالس اسالك وانت جاوب بعدها. طيب. بعد عمري بعد ما اخلص السؤال جاوب. وسائل التواصل عندهم اسلوب، عندهم قوه، مكانه، لسانهم ما شاء الله يضغط. كيف تقاوم انت؟ كيف تنجح بينهم؟ ان شاء الله نقاوم وحنا قدها، ما جينا لحنا قد. كيف اتاكد انك قدها؟ تتاكد اول اليوم. اليوم تبي تشوف ان شاء الله. بشوف يعني. ان شاء الله. يعني مهند يوعد الجمهور انكم بتشوفون واحد مختلف. نعم صحيح. لو ما شفناك بدنا مصوتين. ابد لا احد يصوت لي، اذا ما شفتوني مبدا لا احد يصوت. نزحلك. ابد زحلقوني. نعطيك الصابونه. ابد صابونه. طيب. فترة من فترات جاك مرض وعانيت. نعم صحيح. ايش المرض اللي جاك؟ والله جاني مرض ما ادري كيف جاني صدق. مرض عين يعني؟ ما ندري هي عين. يعني انت حبيبي اهلك شو يقولون؟ والله فترة جاتني كان قبل سنة. هذا عشان الصوت. اسف. جاتني قبل سنة. جتني اني ما اقدر اقوم من الفراش.
وانسى. تنسى؟ ايه. الفترة هذه تجي 15 يوم كذا وتروح. عين. اخذت شهرين كذا رجعت. تتوقع انها عين؟ ما ندري يمكن توقع انها عين. رحت وعانيت وعالجت نفسي. ايش دعوة الدكاترة طيب؟ الدكاترة يقولون غدة. غدة ذوقية. ايه. ضعيفة. ضعيفة يقولون كسلان. ألف سلام عليك يا حبيبي. أسلمك. الله يعينها بك ويصببهم على تعبك، أكيد تعبوا. اللهم ودي أسألك سؤال بس لا تزعل. أسأل. ما تزعل؟ على حسب السؤال. يزعل. يزعل لا تسأل. أنت عارف إنه يزعل. ها؟ أحتمك. بيني أنا في شخصيات لو سألتها أسئلة حسني بجسي عليها، عشان كذا ما أحب أسألك. وأنت بداية حياتك ومشوارك الإعلامي صحيح، ممكن أنه يأثر يأثر كلامك صحيح. حبيب مهند يعطيك العافية. الله يعافيك. وأتمنى لك التوفيق والنجاح، وأنك إن شاء الله يعني إن شافك الجمهور تجد الثقة أن يصوت لك، وإن ما شافك يعطيك الصبر بإذن الله. أنا بيبي صوتوا لي بيقفون معي بإذن الله. موفق يا مهند. أسأل الله يوفقك. حلو سهل. مع السلامة حبيب. معنا بعد شوي فيصل عمان، اللي حاب يوجه أسئلة على تويتر موجود، واللي حاب يسألني أنا ويوجه لي أسئلة عبر سناب. عندكم تسميح موجود على الشاشة يا أي حاب يسأل أنا موجود، اللي حاب يسأل متسابق يا جمهورنا حبيب، اللي حاب هنا يسأل لا بعد مو بعد ما يمشي الضيف ترسلون أسئلة. هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي، والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي. أوليلي